السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. في هذا الفيديو بغيت نتقاسم معكم طبق في الفرن اللي كيجي لذيذ بزاف، مقادير بسيطه وسهله والنتيجه كتكون فريمون رائعه. كيف ما قلت لذيذ بزاف، سهل التحضير وسريع في نفس الوقت، يعني لما كانش عندكم الوقت اللي هو كتير وبغيتوا تحضروا وصفه اللي هي سهله ولذيذه في نفس الوقت، فهاد الوصفه هذه صراحه كتجي لذيذه بزاف. اول حاجه الا كنتوا اول مره تشوفوا لا فيديو ديالي فكنتمنى انكم تشاركوا معايا في القناه، فعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد الوصفات، وبسم الله على بركه الله نبداو بالمقادير. فاول حاجه بالنسبه للمقادير، عندي هنا واحد صدر ديال الدجاج اللي قطعته مربعات اللي هما متوسطين، ما صغارش وما كبارش في نفس الوقت، يعني مربعات متوسطه. عندي الفطر لي شامبينيون قطعتهم هكذا يعني بالطول كيف كتشوفوا. خديت 4 د الحبات ديال البطاطا متوسطه، سلقتها في الماء، من بعد معستها هكذا مزيان كيف كتشوفوا، درت لها شويه د الملح، الابزار، الكوزه، درت لها شويه ديال الحليب وشويه ديال الزبده ومعستهم مزيان كيف كتشوفوا حتى كيولي بوري. مهم طريقه تحضير ديال البطاطا بوري اللي هي عاديه. اول حاجه التوابل غنعطيها لكم قبل ما نكمل المكونات الاخرى. فخديت هنايا عندي الملح، الابزار، الثومه، عندي التوابل الخاصه بالدجاج، عندي البابريكا تحميره، اوكي، عندي هنا لاكريم، هذه لاكريم فريش اللي كتكون خاصه بالطياب بالطبخ، المايزينا وشويه ديال الموتزاريلا. فوالا كيف كتشوفوا هادو هما المقادير اللي غنستعملوهم في هاد الوصفه هذه. دابا ان شاء الله غنفوتوا لطريقه التحضير اللي هي سهله وبسيطه. في هاد الاثناء غنشعل على الفران باش يسخن ونكملوا ان شاء الله البقيه ديال طريقه التحضير. كناخذ واحد المقله، درت فيها معلقه ديال الزبده، شويه ديال الزيت، ماشي بزاف غير شويه ديال الزيت. ودابا غناخذ الدجاج ديالي وغنحمرو في هاد المقيله هذه، غنضيف له بطبيعه الحال التوابل كامله اللي وريت لكم. ممكن تضيفوا شويه ديال القزبر يابس كيف غندير انا، الا عندكم قزبر اللي هو طري ممكن تقطعوه وتضيفوه، الا ما كانش عندكم هذا اللي هو ناشف ماشي مشكل، ديروا قزبر او المعدنوس اللي هو طري وكتزيدوه، منها كيعطي اللوين ومنها حتى المذاق. من بعد ما طابلينا الدجاج وتنكه في هذيك القامه اللي درنا له دوك التوابل، غناخذو غنرجعو نحيدو يعني نحطو في الطبسي. في نفس المقيله اللي طيبنا فيها الدجاج غناخذو لي شامبينيون ديالنا الفطر وغنضيفوه على هاد التوابل هادو. كنحاول انني نقلبهم مزيان كيف كتشوفوا باش يتشرب لي مزيان التوابل اللي عندي هنايا في المقله، هاد لو جو اللي طاح لينا من الدجاج باش لي شامبينيون كيتشربوا هاد المرق هذا. عاد ان شاء الله غنحطوا الكريم فريش اللي هي 200 مليلتر ديال الكريم فريش كيف ما قلت، غنضيفوها للمقله ومن بعد نكملوا بالمايزينا.
اوكي دابا من بعد ما بدات كت يعني كتطيب عندنا هاد لاصوص هذا كيف كتشوفوا كيف كيبان لكم، فغناخد المايزينا وغنضيف معلقه ديال المايزينا على هاد الخليط هذا، ومن بعد هاد المايزينا اللي كتشوفوا عندي انا سبيسيال ديال لاصوص. مهمين الا ما عندكمش استعملوا المايزينا اللي هي عاديه فوالا هكذا، وغنخلط مزيان حتى كيتجمع ليا الخليط وكيولي عقد كيتجمع، وغنفوتو ان شاء الله المرحله المواليه. فكي كتشوفوا كيعقد لينا الخليط ديالنا كيبقاش هكذاك سائل. اوكي فهاد المرحله كنقصوا على النار، ما كنخليوهاش اللي هي يعني كنرجعوها نار اللي هي مهيله، وغناخذوا الدجاج ديالنا وغنضيفوه لهاد الخليط ديالنا ديال لي شامبينيو مع لا كريم فريش والمايزينا. دابا من بعد ما وجدنا يعني الدجاج ديالنا مع لي شامبينيون، غناخذوا الصينيه اللي كتدخل الفران، غندير شويه ندهنها هكا بشويه ديال الزيت ماشي بزاف، كندهنها هكا شي شويه. غنحط الخليط ديالي، كنحاولوا اننا نوزعوه هكذا يعني في الصينيه. دابا غناخدو واحد البلاستيكة غنديرو فيها هذا، وغنحطو البطاطا ديالنا وغنحطها فوق من الصينية ديال الدجاج. فكيف شفتوا من بعد ما درنا البطاطا ديالنا من الفوق، فكنحاولوا اننا نغطيو هاد الصينيه بالبطاطا. دابا غناخذ الفرماج وغندير شي شويه من الفوق وغندخلها للفران. ممكن ديروا رشيشه هكذا خفيفه ديال الابزار من الفوق هكذا، ومن بعد ان شاء الله ندخلوها للفران. الوصفه ديالنا من بعد ما كنخرجوها من الفران فكيكون الشكل ديالها هو هذا كيف كتشوفوا، كتجي معلقه وكتجي لذيذه بزاف، ما فيهاش قوه المقادير يعني كيف شفتوا، طريقه العمليه سهله وبسيطه، وكيخرج لكم واحد البلا واحد الطبق اللي هو لذيذ بزاف، وغيعجب حتى الوليدات الصغار كيعجب لهم هذا الطبق هذا، يعني وغني بطبيعه الحال، فيه الدجاج فيه البطاطا فيه يعني لي شامبينيون الخضره، يعني صراحه كيجي لذيذ بزاف. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوه. الى عندكم شي اسئله او استفسارات خليوها لي تحت لا فيديو كيف العاده، وانا غنجاوبكم عليها ان شاء الله. والى كنتوا اول مره تزوروا القناه ديالي فكنتمنى انكم تشاركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس هكذا باش يوصلكم دائما جديد الوصفات. ما تنساوش يعني اللايك، وتعاونونا باللايك وبالبارتاج، شاركوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء، تعليقاتكم مرحبا بها فانا كنقرا جميع التعليقات وكنجاوب عليها. شكرا لكم مره اخرى على حسن المتابعه، والى وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.